دكتور سيد فرج استاذ امراض القلب جامعه الزقازيق وسكرتير عام الجمعيه المصريه لتصلب الشرايين وعضو منظم بالمؤتمر السنوي كايرو بي سي ار. في الحقيقه امراض القلب والازمات القلبيه من الحاجات اللي اصبحت شائعه جدا مش بس في مصر، في العالم كله. والعوامل او العلاجات اللي موجوده للتدخل من اجل علاج هذا المرض اللي بيعتبر خطير في الحقيقه كتيره، منها الدوائيه ومنها التداخليه. والتداخليه اللي هي بتتمثل في العلاج بالقسطره التداخليه وتركيب الطعامات اذا لزم الامر لكده. مهم قوي ان الناس تكون عارفه ان التعامل السريع مع الازمات القلبيه بيؤدي الى نتائج افضل بكتير من التاخر في البحث عن التدخل الطبي للأزمات القلبية، واللي هي دايما بتظهر في صورة آلام في الصدر لفترة قد تصل إلى 20 دقيقة مستمرة. وأحيانا لو المريض بياخد علاجات ما بتستجبش ليها، فده يجب البحث بسرعة عن أقرب مكان أقدر أستعين بيه في الخدمة الطبية علشان يحصل التدخل إذا كان ده لازم. الحقيقه التدخل احيانا في بعض الامور زي الجلطات اللي بتحصل في الشريان التاجي واللي بيكون تاثيرها ومضاعفاتها خطير جدا، بيكون عن طريق التدخل بالقسطره التداخليه وشفط او توسيع شفط الجلطات وتوسيع الشريان وتركيب الدعامه، واللي هي حتى اطلق عليها في مشروع كبير معروف من 2010 اللي كان قاده الدكتور استاذنا الدكتور محمد صبحي، وكان لنا الشرف ان احنا اشتركنا معاه، اللي هو مشروع دعامه الحياه، واللي هو بقى دلوقتي مشروع قومي بيعم كل مصر لانقاذ حياه المصريين من الاصابه بجلطات الشريان التاجي.